أفهمك إزاي؟ أفهمك إزاي؟ حد يقول لي بعض الأبراج رجل أو امرأة بيقتلونا صراحة بالغموض بتاعهم، عايزين حد يدينا المفتاح عشان نفتحهم، عايزين نفهمهم ونعرف إزاي نتعامل معاهم. يلا بينا اشترك ويضغط على الجرس عشان أي حلقة ما تروحش عليه. كل الأبراج رجل أو امرأة من المركز الـ12 للمركز الأول، اكتبوا توقعوا كل حد إحساسه بنفسه هيجي في المركز الكام، وحد أذكى شوية كالعادة يقول لنا من المركز الأول. أنا بقرأ كل تعليقاتكم. في المركز الـ12 الأسد، الهالة اللي أنت شايفها دي كلها، الشمس واضحة والأسد شمس واضح جدا، وممكن تلاقيه كمان أقرب للتلقائية، ما بيخافش ويقول لك انا ما عنديش حاجة اخبيها، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. دي موجودة في رجل الاسد وفي انثى الاسد اشد، الموضوع ده اعنف شوية، عشان كده هو ما عندوش حتة الغموض دي. الاسد واضح جدا جدا جدا، اعلى منه في المركز الـ11 اخوه في الطبيعة النارية برج القوس الناري. مين في حياته قابل اسد او قابل قوس وحس ان هما غامضين؟ حتى مقارنة بالأبراج التانية هم مش غامضين إطلاقا. القوس تلقائي جدا وسلس جدا واجتماعي، حاله حال الأسد، ومنخرط في الحياة الاجتماعية، وهما الاتنين ما عندهمش صبر أصلا على سياسة الغموض. أعلى منه في المركز الـ10 برج الجوزاء الهوائي. الجوزاء برضو نفس الكلام، ينطبق عليه نفس المنوال اللي احنا قلنا، بس هو مقارنة بيهم يعني تحس ان هو شوية الزائق اللي جوه شوية يعني سنة كده، ولكن ما يصنفش من الأبراج الغامضة. لو أنا بتكلم عن الغموض، أعلى منه في المركز التاسع برجي. وأنا غامض؟ لو كنت غامض ما كانش ده بقى حالي إطلاقا. تلقائيين جدا وتلاقينا حتة الغموض مش عندنا، ولكن صراحة الحمل أعلى من الأبراج دي، يعني بدأنا ندخل في منطقة وسطى، يعني عنده سنة هزة كده زي ما احنا بنقول. مفاد هنا ان الأبراج دي لو تعبتك في الحب مش هيكون سبب رئيسي غموضها، يعني مفيش واحدة، يعني أنا دلوقتي بيجيني أسئلة كتير قوي، عمري ما في واحدة جت قالت لي أو حد جه قال لي إن هو مرتبط ببرج من الأبراج دي وبيشتكي من غموض، والله ما أفتكر. أبراج القمة هي اللي دايما دي بتكون شكوى في الحياة العاطفية، الأبراج دي مش غامضة بطبعها. أعلى منه ندخل في الجد شوية بقى في المركز الثامن، يعني بدأنا بقى نحس بالغموض ونلمسه شوية، وإن كان رحمة مقارنة بالأبراج اللي أعلى منه واللي في المقدمة برج الميزان الهوائي. في المركز الثامن نقدر نقول عليه تحت المتوسط شوية. الميزان اجتماعي قوي بس حورتاجي شوية، يلف ويدور عامل زي الجوكر كده، يلف ويدور ما تعرفش تزنقه شوية، وممكن يتوه ويراوغ ويعني، بس هو حتة الغموض عنده وتقيل في نفسه كده وما اقولش لأي حد واكون حذر قوي والكلام ده، مقارنة بالأبراج اللي سابقاه هو هيجي في المركز الثامن. نسيت اقول لكم، ما انتم عيلتي، يا ريت تدوسوا لايك لو شايفين الحلقة دي ممتعة عشان نوصلها لبقية اصدقاء. هسيبكم كالعادة لضميركم، وانا واثق من ضميركم. يعني اعلى منه في المركز السابع هنا نحس بالغموض بقى، هنا هنحس بالغموض بشكل واضح. برج الدلو الهوائي في المركز السابع، اي في منطقة وسطى حرفيا، رجل او امرأة، ممكن انا مرتبط بانثى دلو اعاني الى حد ما من غموضها، ممكن انت مرتبطة برجل دلو تعاني الى حد ما من غموضه، ما تبقيش فاهماه للاسف. يعني اعلى منه في المركز السادس برج الحوت. المركز السادس برج الحوت المائي. الحوت يقال عليه غامض. هنا بقى دخلنا في الابراج اللي نقدر نقول عليها ابراج غامضة وضميرنا مستريح وضميرنا مرتاح. ممكن يتعبك بغموضه، ممكن يتعبك، بس مش زي الابراج اللي سابقاه، مش زي رباعي القمة مثلا. رباعي القمة دول في منطقة تانية خالص، ودينا دلوقتي بنتعرف عليهم. هنعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز الخامس، وناخد واحد اشد واعتى واصعب وافظع في مسألة الغموض، برج السرطان المائي. رجل او امرأة بيتربع بدون اي مضايقات او مزاحمات على عرش المركز الخامس. غامض، يتعبني بغموضه، يقلقني بغموضه، مفهموش، احتار واسهر ليالي، اسهر ليالي افسر طباعه وما بقاش عارف. السرطان يتمتع بنسبة معقولة جدا من الغموض وملحوظة
في أي تعاملاته في الحياة، أعلى منه جد الجد، جد الجد في المركز الرابع، أول برج ترابي، وما أدراك بالتراب في حلقة النهاردة، الطور الكتوم التقيل الصامت، غامض من كتر تقله في نفسه، من كتر إنه ما بيعبرش ولا بيحكي ولا بيقول. الطور من الأبراج اللي ممكن تتخذ من نفسها صاحب ليها، والسرطان كده والحوت كده والدلو كده، غير كده لا. في الأبراج اللي احنا خدناها أعلى منه في المركز الثالث العذراء، وما أدراك ما العذراء، العذراء يقتلك بغموض. ودخلنا في الأبراج القاتلة اللي بتمتلك حرفيا سلاح فتاك اسمه الغموض، يعني هو بيبقى حلو خلي بالكم ومطلوب، بس لو زاد زيادة عن اللزوم ممكن يضيع منك الطرف الآخر. صراع أزلي دايما في الموضوع ده بين برجين عرفناهم دلوقتي، حد يتوقع مين فيهم هيتصدى الترتيب وليه؟ هنقول لكم في آخر الحلقة، ما تقفلوش ولا تروحوا في حتة تانية، تتعاملوا ازاي مع الأبراج الغامضة دي لو مجبرين ان انتوا تتعاملوا معاها، او مش عاجبكم غموضهم، وانما لو عاجبكم الغموض عادي مفيش مشكلة. نصيحة مهمة قوي، ذهبية قوي، ما احبش اقول مشكلة واسيبها معلقة كده. الجدي الترابي حجز لنفسه المركز الثاني، ولازم موضوع زي ده نروح يمين نروح شمال نحاول نهرب من برج الجدي، ما نعرفش، لازم هيحشر نفسه في التصنيف وفي اوائل التصنيف. برج الجدي الترابي في المركز الثاني قاتل وذابح ومنتقم وجبار وقوي جدا في مسألة الغموض، وتقيل في نفسه وما تعرفش تخترقه، وهو بيتلذذ. المشكلة ان ابراج القمة عاجبها نفسها كده، بتحب ان هي تكون غامضة. وخد النصيحة دي بقى، ولا بلاش تاخد، تخليها في النهاية عشان تبقى مع الحل. يعني الجاتي كده مركز تاني يعني، وما ادراك، يزاحم بقوة مش بقوة قوي، لان العقرب في المواضيع اللي زي دي بياخد المركز الاول وما ينفعوش ولا يرضيه اقل من كده. برج العقرب المائي رجل او امرأة، هو اسياد او هم اسياد الغموض الاوائل في الموضوع ده، يتصدر الترتيب والتصنيف برج العقرب، غامض ما بعد الغموض، غامض قاتل، غامض مزعج. عارفين الصفة لما تبقى في الحد بزيادة قوي ممكن تتحول لمزعجة، بس بصراحة يعني الغموض مطلوب يا جماعة. يعني احنا مثلا، انا واحد من الابراج برج الحمل اللي معنا ما اصنفش في علم الفلك برج غامض، ما بحبش كده، يعني دايما الاوراق المكشوفة زيادة عن اللزوم دي ما بتبقاش حلوة. انما العقرب بقى هو سيد الغموض الاول رجل او امرأة. تتعامل بقى ازاي مع الابراج دي، او انت تتعامل ازاي لو انت مجبرة؟ خد النصيحة دي ودعي لي. ابراج القمة، ابراج لو انت او انت مش غامضة سكة السلامة، خد استمارة 6، الكارت الاحمر على طول. حلو، واحنا ما بنقولش ما بنعملش حلقة زي دي من غير افادة، احنا عايزين ناخد الافادة اللي فيها. الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام حقيقي، وكلام اللي تعامل مع الابراج ده هيلحظه قوي في حياته. هم كلهم عندهم غموض ولكن بدرجات. ما انتش غامض، كتاب مفتوح مش على مزاجه، مش ده الطلب اللي انا عايزه. هو مش عيب ان انت، مش عيب، عشان في بعض الناس ما بتفهمش النقطة دي، مش عيب ان انت تفهم طباع اللي قدامك وتسيستم نفسك عليه يا جماعة، ده اسمه ذكاء، اسمه زي. اصل في بعض الناس العنيدة، ودي المشكلة الازلية في العلاقات العاطفية عامة، يقول لك انا كده عاجبه عاجبه مش عاجبه عاجبه. يا عم افرض انت كده فيك حاجات وحشة، فيك حاجات بتضايقه، هو ما بيحبش كده، ما انت هتخسره. طب ما تلومش الا نفسك بقى بعد كده، لو انت قادر ان انت ما تلومش وتعدي المحنة دي، ولو سابك انت مش هتزعل. لا، لازم اتمتع. انا عملت حلقة قبل كده عشان الناس برضو اللي بتسأل ازاي اكون غامض، هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو واول تعليق، اتفرجوا عليها. من الالف للياء خطوات الغموض، والله مطلوب، مطلوب مش بس مع الحبيب ولا العلاقات العاطفية، في كل علاقاتنا اللي احنا بنتعامل فيها في الحياة في الزمن ده بالذات. نصيحة عايزين تعملوا بيها اعملوا، مش عايزين، انا هدفي الاول ان انا خايف عليكم وعايز مصلحتكم، مش اكتر من كده. بذكر لو شايفين الحلقة دي مفيدة دوسوا لايك، يا ريت. شايفينها مش مفيدة دوسوا ديسلايك، وقولوا لي السبب، والله هاخد بالاسباب لو في مشكلة واشتغل عليه. هي قناتي وقناتكم، احنا عيلة مع بعض، انتوا بتستنوني وانا بستنى
ان انا اشوف تعليقاتكم على الحاجة اللي انا بنزلها، واشوف ايه اللي يرضيكم عشان ابدأ بناء عليه اعمل خطتي المستقبلية اللي انا هشتغل بيها في القناة دي معاكم. يعني احنا الاتنين مكملين لبعض. بحبكم جدا، هتوحشوني. عندنا لايف كل ده على الانستجرام والفيسبوك، اشتركوا كمان في الروابط دي عشان تبقوا معانا كده ونقرب من بعض في اول تعليق ووصف الفيديو. وعندنا قناة للكورة، يا ريت برضو تدعمونا وتشتركوا فيها، كل الروابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو. وعندنا حلقة مهمة، الحلقة التانية من فن العلاقات، اوعوا حد ما يسمعهاش. ونصيحة، ما تجيش تقول انا ارتبطت واتدبست واللي كان كان، احنا عاملين 8 حلقات في 8 ايام، بدأنا امبارح اول حلقة والنهاردة تاني حلقة. يا عم خليك، انت مش هتستفاد او انت مش هتستفادي، ما عندكش اخ، ما عندكيش اخت، ما عندكش صديق او صاحب عزيز عليك، ما عندكش قريب يعز عليك، ما تفيده، ايه المشكلة؟ الحلقات دي مفيدة اقسم بالله لكل الناس، حاولوا ان انتوا تتابعوها. يعني ساعة ولا ساعتين كده هتنزل حلقة تانية ان شاء الله.